اهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة هنحلل شخصية منة عرفة ومحمود مهدي. احنا هنعمل ايه؟ احنا بنعمل تحليل شخصيات بناء على علم الفراسة. علم الفراسة هو معرفة مدلول الباطن من الظهر، يعني لأول مرة يسمع عن علم الفراسة يعمل سيرش على جوجل هيعرف يعني ايه علم فراسة. النهاردة هنحلل شخصية منة عرفة ومحمود مهدي وهنعمل بينهم توافق زواج ونشوف الدنيا هيبقى فيها ايه. انا عمال ادور من الصبح على صور شكلها لوحدهم، لكن كلهم كل الصور جايين حنين على بعض زي ما احنا شايفين كده، ملتصقين في بعض، معرفش ليه. كمان في حاجة بقى هنقولها في قلب الحلقة دي، يعني هتبقى كصدمة للصور اللي زي دي. تابعوا معانا، محدش يقدم الفيديو، والفيديو لو مش هيعجبهم، لو هما الاتنين حد منهم شاف الفيديو وعايزنا نحذفه بحذفه على طول، مفيش اي مشكلة. طيب، بنا عرفة وجهها ايه ومحمود وجهه ايه؟ منة عرفة وجهها مربع، اكتر حاجة مربع، ومحمود برضو مربع، تمام؟ طيب احنا الوقت عايزين نعرف يعني منة اخر افكارها مع الوجه ده هيوصل لايه؟ الوجه ده هيجي في الاخر هيبقى دلو مقلوب، يعني هيبقى هنا كده الخد ده يعتبر هيبقى اعرض حاجة خالص، لكن مش دلوقتي، يعني ممكن بعد سنتين تلاتة يطلع وجهها عريض من تحت، يعني ممكن بعد سنة اتنين تلاتة نبص نلاقي الفك بتاعها بقى اعرض حاجة في الوش. هو يعني احنا مش عايزين نقول اعرض لانه لحد دلوقتي لسه مربع. طب يعني ايه بقى الوجه المربع؟ يعني هنا وجه مربع وهنا وجه مربع. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني الاشخاص دي الاتنين عمليين واقعيين بيتحملوا المسؤولية دلوقتي فورا، واقعيين في كل حاجة، يعني بيقدر ينجز الاعمال وبيقدر يتحمل المسؤولية دلوقتي ولا يهتم بالعواطف. طب امال الصور اللي هم لازقين في بعض، لازقين في بعض، ما انا هقول لكم في الاخر لازقين في بعض ليه. هنا كده دي شخصية عقلانية، يعني عاطفية ولا مش عاطفية؟ هنقول دلوقتي كل حاجة. وهنا الشخص ده عقلاني، يعني ايه؟ يعني الاتنين هنا عقلانيين، يعني ما عندهمش عواطف. طب ما تيجي نحلل واحدة واحدة كده، يعني التفكير بتاعهم، يعني لو جينا نعمل أولويات حياة، أولويات الحياة هنا لو قسمنا الوش كده خط وكده خط، هنيجي نبص نلاقي 3 مناطق تقريبا قد بعض، يعني ايه؟ يعني شخصية متزنة. وجينا هنا خدنا خط وهنا خدنا خط، هنلاقي برضو 3 مناطق قريبين من بعض، يعني برضو ده شخصية متزنة. يعني ايه متزنة بقى؟ يعني مش كده ولا كده، يعني لا عقلانية اوي اوي ولا عاطفية اوي اوي، لكن تتحسب ايه؟ عقلانية، لان الشخصية المتزنة عقلانية. هنيجي بقى جبهة التفكير بتاعهم، اولويات حياتهم بتبقى العمل والتفكير والطموح والحب والمشاعر، كلهم مساويين لبعض بين العقل والقلب. يعني ايه؟ يعني هنا بيبقوا بين العقل والقلب، يعني ايه؟ متوازنين، امتى يستخدم العقل وامتى يستخدم القلب. هنا كده لو جينا نشوف هل بينهم توافق، هما الاتنين هنا بيدوروا على السلطة والسيطرة، يعني هي بتدور على السيطرة وهو بيدور على السيطرة، يعني الاتنين بيدوروا على حاجة واحدة، وهنا ممكن ده يكون سبب الاختلاف بينهم. يعني هنا كده الآراء بتاعتهم كل واحد رأيه من دماغه، ما بيسمعوش لبعض، الاتنين ما بيسمعوش لبعض. يعني الشخص ده لما يقول قرار المفروض ان هو يمشي عليها، هي هتقول اه وبتاع ان هي انثى، فمش هتسمع الكلام كل مرة، يعني ممكن تسمع الكلام مرة وعشرة لا. ليه؟ لان هي اساسا شخصية من الشخصيات المسيطرة وهو شخصية مسيطرة، فالاتنين هنا ربما ان هما يختلفوا على مين اللي رأيه يمشي، بس كده مش اكتر. طيب هنا الوجه المربع بيدور على ايه بقى؟ بيدور شخصية عملية اجتماعية، عملي، بيدور دايما على الانتاج، بيدور دايما على النشاط الحركة، احيانا بيستخدموا قواهم البدنية، يعني الناس دي ممكن تشتغل وقت كبير عادي، وبرضه هي باينة في الوش هنا، يعني من عندها المكان ده عريض، فعادي خالص ان هنا تشتغل كتير، تشتغل وقت اكبر كده. طيب وجابها هنا وجابها هنا، دي شخصية عقلانية ودي شخصية عقلانية، يعني المتزنة اللي هي العقلانية. يعني ايه؟ يعني العواطف والمشاعر دي اخر حاجة هيفكروا فيها. طيب هنا برضو علشان برضو ايه الصور هنا كله ملتصق كله ملتصق، فهنحلل كل حاجة. طيب هنا عندنا الحواجب مستقيمة، والحواجب مستقيمة هنا وهنا، يعني ايه؟ يعني الشخصين دول بيحبوا يتناغموا مع الواقع اللي هم عايشينه. يعني ايه؟ يعني هم عايشين دلوقتي لحظة حب، فلازم الاتنين بيبقى عندهم
تناغم في لحظات الحب، يعني عايزين يستمتعوا بأكبر قدر ممكن من الوقت. طيب عندنا الاتنين هنا هنلاقي في بين الحاجب والعين في مسافة بسيطة هنا وهنا، برضو ده بيدل على شخصية متزنة، يعني مش شخص انتقائي قوي ومش شخص اللي هو الودود قوي، لكنه يتحسب انتقائي. طيب بالنسبة بقى للمسافة بين الحواجب، المسافة هنا يعتبر كويسة، ان هما شخصيات يعني الخصوصية، لان هما ممثلين وكده، فالخصوصية عندهم مش مرتفعة بالقدر الكافي، اللي هو مثلا ممكن نلاقي الخصوصية مرتفعة عند تامر حسني اكتر، لان الحواجب ملتصقة عند تامر حسني، لكن هنا الحواجب في مسافة بين هنا وهنا، يعني على اول العين من هنا واول العين من هنا، يعني المسافة دي تعتبر كبيرة. اما لو هو العين داخلة قدام الحاجب ده داخل شوية والحاجب ده داخل شوية، فكده يتحسب ان هو شخص خصوصية مرتفعة، يعني ممنوع حد يستخدم اي حاجة من اشيائه. لكن هنا هما الاتنين الشخصيات مش الشخصية اللي هي المعقدة بقى، اللي هي عندها خصوصية بشكل معقد، لا هنا عندهم الدنيا فري عادي. طيب لما نيجي بقى نحلل العيون، العيون هنا والعيون هنا، طبعا العيون هنا لو جينا نكبر الصورة دي هنلاقي الجفن هنا مستقيم والجفن هنا مستقيم. طيب بيقول لنا ايه الجفن المستقيم، وغير كمان هنا العيون طويلة وهنا العيون طويلة، يعني الشخصيتين دولت شبه بعض تقريبا، الاتنين شبه بعض، علشان كده ان احنا هنقول ان هما لو اختلفوا فهما يختلفوا على مين يكون عنده السلطة. لكن هنا بقى برغم بقى الصور اللي هما ضايعين مع بعض فيها دي، اللي احنا بسبب ايه؟ بسبب الحواجب دي، يعني المكان اللي تحت ده مستقيم والمكان ده مستقيم كده، الحواجب المستقيمة من تحت هي مستقيمة من تحت ومن فوق تقريبا. الاشخاص دي قلنا ان هما بيحبوا التناغم مع الحياة، مع الجو المحيط، مع المكان، بيحبوا الهدوء، بيحبوا الأماكن الجميلة، بيحبوا الورود والزهور، بيحبوا الحاجات اللي هي دايما تديهم البهجة والسرور. طيب نيجي بقى نكمل على العيون، العيون هنا نن العين هنا ونن العين هنا وطول العين هنا وطول العين هنا، الاتنين عيونهم طوال. طيب العيون الطويلة دي بتقول ايه؟ بتقول ان هما كل واحد منهم بيحب مصلحته، يعني الولد ده بيحب مصلحته والبنت دي تحب مصلحتها، اه كل واحد فيهم بيحب مصلحته الاول. طيب هما باقيين بقى على الحب والحاجات دي زي ما قلنا، برضه هقول لكم بعد شوية لما نكمل التحليل، عشان ده يبقى في النهاية بقى ايه نقدر نقرر، بس محدش يقدم الفيديو لان انا ممكن اقولها دلوقتي. الجفن السفلي والجفن السفلي الاتنين مستقيمين، يعني ايه؟ يعني الاشخاص دي اخر حاجة يهتموا بيها العواطف والمشاعر، يعني بيحبوا ولا ما بيحبوش. كمل برضه التحليل يمكن يظهر فيه حاجة تضيع منا السمة دي. كمان العيون المستطيلة ده دايما بتدور على اكبر قدر استغلال لمصلحتهم، يعني الاتنين مصلحجية، فده بيدور على مصلحته زي ما قلنا، فهنا كل واحد عايز مصلحته الاول، وده برضه هيبقى نقطة اختلاف بينهم هما الاتنين. يعني الاتنين لو ده ملقاش استفادة منها وهي ملقتش استفادة منه، فالاتنين يسيبوا بعض عادي ربما. طيب هنا في حاجة هنا في الحاجب بتاع محمود، محمود مفتقد الدعم ربما من الاهل او في العمل او لان الشعر اللي واقف هنا احنا بنقوله كل مرة في الحلقات، بس عشان الناس اللي داخلة جديدة، كل واحد عنده الشعر اللي في نهاية الحاجب من قدام واقف، فده مفتقد للدعم من الاخرين ومن المحيطين، من الاب والام والاخت والاخ والاسرة والناس ومدير العمل وكل الحاجة، هو مفتقد للدعم. طيب لو نزلنا بقى على الانوف دول، الانف هنا والانف هنا، مين فيهم فكر ان هو يعني هنا الشخص ده بخيل ولا الشخص ده بخيل؟ الاتنين هنا الاتنين مش بخل عادي، الاتنين بس هنا منا بتفكر ان هي يبقى معاها فلوس، لان هي مش منا اللي هتتبرع بفلوس او هتدفع فلوس كتير، لكن هي بتحب تصرف على نفسها كويس جدا. طيب عرفنا منين ان الشخص ده بيصرف والشخص ده بيصرف؟ يعني الاتنين دول ممكن يبقى معاهم فلوس، الوشوش المربعة اصلا مهما كانت حريصة ما بيبقاش معاها فلوس، الا اذا بقى اطار الوجه عندهم بقى شبه المدور من تحت كده فيبقى معاه فلوس، انما طول ما في فك ظاهر هنا وهنا في الوجوه المربعة بس، محدش يحلل كل الفكوك على كل الوجوه، الفكوك هنا على الوجه المربع بس، فالاشخاص دي بتصرف الفلوس؟ اه بتصرف الفلوس كلها. طيب
منا ممكن يكون معاها فلوس، اما محمود تقريبا بيصرف كل الفلوس اللي بتيجي معاه. طيب الاتنين هنا في حاجة مشتركة بينهم، اللي هي حب التجديد والتغيير وحب المرح والتناغم مع الحياة. زي ما قلنا برضو بنعرف من المكان ده ان هما الاتنين بيحبوا التغيير، لان المكان ده كده والمكان ده كده. وبيدل كمان المكان ده يا جماعة معلومات بقى من الكورس، بيدل على ان الشخص ده ينجح بسرعة. ليه؟ مش هينفع اقول في الحلقة دي ليه. هنا الانوف دي بتاعت اشخاص بتصرف برضو فلوسها كلها، لان فتحات الانف واضحة هنا. ايه فتحات الانف واضحة؟ طب هنا بيصرفوهم مثلا، يعني ممكن مثلا هم ييجوا يروحوا جمعية خيرية يتبرعوا بفلوسهم وكده. لا ما بيعرفوش الكلام ده. ليه؟ لان هم عندهم شوية بخل. هتقول لي الشفايف مليانة والشفايف مش عارف ايه، لا ما احنا هنا موضوع الشفايف ده بنستخدمه، بيبقى شخص عنده كرم في وش مخصوص، في وشوش ووشوش، مش كل الوشوش يمشي عليها كل حاجة في الفراسة. ودي الحاجات الجديدة اللي احنا بنطور فيها. طيب هنا الاتنين ده حريص شوية، لان ليه؟ لانه ملزوم ان هو يوفر فلوس. اما هي مش حريصة، هنا الشفايف دي بتصرف كل الفلوس، ما فيش اي مشكلة عندها. هنا الاذن بقى بتوفر فلوس، يعني طرف الاذن هنا بيوفر فلوس، هنا طرف الاذن مش بقى. فده بيصرف كل الفلوس، تمام كده؟ طيب الاتنين هنا هل ان هم يتقبلوا النقد؟ يعني مثلا ايه، زي موضوع محمد نجاتي اللي عمله في الاسبوع ده وكده، ان ده قال كلمة وده قال كلمة والكلام ده، الحوار كله هو منشور على النت. يعني ان منة بتمثل في مسلسل معرفش اسمه فيلا 111 باين ولا 101، ومحمد نجاتي في مشهد من المسلسل ان هو هيمسك ايديها علشان يقيس النبض وكده. فالمهم تقريبا في اللقطة دي اخدوها وهو بهزر، لان هنا محمود ومنه متفقين ان محدش يلمس منه، يعني لا حد يشيلها ولا حد يحضنها ولا حد يبوسها ولا حد يلمسها. وده اتفاق ان هم يبقوا كده شخصيات محترمة ومش عارف ايه زي الفنانين المحترمين والكلام ده كله. لكن محمد نجاتي كسر القواعد دي كلها وقام قال كلمتين كده ملهمش لازمة، فبوظوا الدنيا وبينهم مشاكل حاليا. طب هل ان هم هيرجعوا لبعض تاني؟ يعني الاسبوع ده هيرجعوا لبعض؟ اه هيرجعوا لبعض، لكن هنا المشكلة بقى في قدام، ان قدام ما هيحصل برضو حاجات زي كده، لكن هتبقى عنيفة شوية. ليه؟ لان احنا قلنا هنا ان جفن السفلي مستقيم هنا وهنا 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 مع العيون الضيقة الطويلة، فكل واحد بيدور على مصلحته، فاصبح هنا المشاعر دي اخر حاجة يفكروا فيها. ليه؟ لان احنا قلنا هنا ان هم بيتناغموا، فده وضع طبيعي ان هي تتناغم في الوضع اللي هي عايشة فيه وهو برضو يتناغم في الوضع اللي هو عايش فيه. يعني ده حب؟ ده مش حب. ليه؟ لان الحب اساسا ان هم بيحبوا بعض، فهنا مش بيتناغموا بقى، مش كل صورة بيتناغموا، يعني لان الصور كلها بنفس الطريقة كده. يعني لو جينا نشوف صور تانية هنلاقيهم برضو بنفس الطريقة كده. فالموضوع ده مش اللي هو، يعني لو جينا نشوف برضو الصور هنا هنلاقي الصور كلها برضو بالطريقة دي كده. فهنا ده اسمه تناغم. اسمه ايه؟ تناغم. يعني الصورة دي فيها تناغم، مش حب. لا مش حب، الصورة دي فيها تناغم. طب الصورة دي برضو تناغم. وايه الفرق بين التناغم وبين الحب؟ ده الكلام ده نبقى نعمل حلقة خاصة بالكلام ده قدام فيما بعد، بس ابقوا فكروني في التعليقات. طيب هنا الشخصيتين تقريبا الاتنين مطابقين، لكن وشوش مربعة. فهنا التوافق، لو رجعنا لسلسلة توافق الزواج في الحلقات القديمة اللي نازلة من سنة ونص او سنتين تقريبا، من سنتين تقريبا او اكتر، وهنلاقي كل الكلام ده احنا قايلينه فيه، اللي هو بتاع الوجه المربع والوجه المربع. التوافق بينهم بيبقى تقريبا ما يقارب 50-60%، يعني العملية مش بتبقى ناجحة النجاح الكامل. ليه؟ لان ما حدش باقي على حد، لان الوجوه المربعة ما حدش بيبقى فيها على حد. طيب علشان ما نطولش اكتر من كده بنكتفي بالقدر ده. واحنا قلنا النتيجة بتاعتنا اللي هي 60% توافق بين من عرفة ومحمود مهدي، لان احنا انتوا عارفين طبعا مش هينفع نقول حاجات بقى اكتر من كده. يعني انما التحليل بطبيعته بياخد مثلا في التوافق بياخد له معدل ساعتين او اكتر، وكل يوم ان شاء الله الساعة 7 هيكون عندنا حلقة توافق زواج. سلام.